اقرأ في البيت 7 مرات الزلزلة وسبع مرات الصافات. 7 مرات الزلزلة وسبع مرات الصافات. تقرأينها في البيت، سواء تقرأينها أنت أو تشغلينها في بالرادو، وبحيث أنه يكرر كل ما انتهت الزلزلة تعيدينها 7 مرات بصوت نوعا ما عالي، يكون الوقت يا بعد صلاة الفجر يا قبل الغروب، يا بعد صلاة الفجر يا قبل الغروب. ايوه تقرأ الصافات 7 والزلزلة 7 في يوم، ثم اليوم الثاني نفس الشيء، الزلزلة والصافات 7 لمدة 7 أيام متتالية. ربما خلال ال3 الأيام الأولى أو الأيام الأولى لو خرج عندكم في البيت نمل أو صراصير أو فيران أو أي حشرات معينة أو فراش أو أي أمر من الأمور، فهذا معناته أن البيت فيه لا سمح الله حسد أو عين أو سحر يتعلق بالأسرة أو يتعلق بالمنزل، فهذا يخرج تبدأ تخرج، لأنها ما تستطيع تبقى في مكان تقرأ فيه سورة الزلزلة بمشيئة أيوة الله أيوة أنا سبحانه كنت وتعالى.